السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سيفا من مدرسة فيوتشر باينيرز. ازيكم يا حلوين؟ النهاردة عندنا حرف جديد وهو حرف الألف، وحرف الألف هو أول الحروف الهجائية. ولما هنيجي ناخد حرف هناخد معاه 4 حاجات: اسم الحرف وشكل الحرف وصوت الحرف وكلمات الحرف. يلا بينا، أول حاجة نعرف هناخد إيه النهاردة هو حرف الألف. ده شكل حرف الألف. حرف الألف صوته آ، حرف الألف صوته آ. وحرف الألف بيتكتب عصاية واقفة على السطر فوق راسها همزة، نص دايرة شرطة مايلة. تاني، حرف الألف عصاية واقفة على السطر فوق راسها همزة، نص دايرة شرطة مايلة. وحرف الألف ليه شكلين: شكل منفصل، وهو ده شكل حرف الألف وهو منفصل، عصاية واقفة على السطر وفوق راسها همزة نص دايرة بشرطة مايلة، ونركز إن الهمزة ما تبقاش لازقة في حرف الألف. تاني شكل وهو متصل، بيبقى فارد إيده وعصاية واقفة على السطر وفوق راسها همزة نص دايرة وشرطة مايلة، وبرضه نركز إن الهمزة ما تبقاش لازقة في حرف الألف. يلا بينا دلوقتي نتعرف على أصحاب حرف الألف. حرف الألف: ألف أسد، ألف أسد. ألف أرنب، ألف أرنب. ألف إصبع، ألف إصبع. ألف أذن، ألف أذن. ألف أنف، ألف أنف. هنتعرف دلوقتي على كل حد من أصحاب حرف الألف لوحده. أول حد من أصحاب حرف الألف: ألف أسد، ألف أسد. والأسد زي ما كلنا عارفين هو من الحيوانات المفترسة اللي بتاكل لحم، وبتكون موجودة في حديقة الحيوانات أو في الغابة. حرف الألف: ألف أذن، ألف أذن. الأذن اللي بنسمع بيها وهي من الحواس الخمسة. ألف أرنب، ألف أرنب. والأرنب من الحيوانات الأليفة وسريع جدا وبيحب دايما ياكل الجزر. ألف أنف، ألف أنف. الأنف اللي بنشم بيها وهي برضو من الحواس الخمسة. ألف إصبع، ألف إصبع. وزي ما احنا عارفين إن اليد الواحدة فيها 5 أصابع. ألف إصبع، ألف إصبع. يلا بينا دلوقتي نشوف حرف الألف بيتكتب إزاي. عصاية واقفة على السطر، نص دايرة فوقها همزة، نص دايرة شرطة مايلة. تاني، حرف الألف عصاية واقفة على السطر فوق راسها همزة، نص دايرة شرطة مايلة. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي إن حرف الألف الهمزة مش لازقة في حرف الألف. يبقى خدنا النهاردة حرف الألف صوته آ، صوته آ. أصحابه: أسد، أرنب، إصبع، أذن، أنف. وبكده يا حلوين هنكون خلصنا حرف الألف. إلى اللقاء بإذن الله في حرف جديد. أشوفكم على خير.